طيب خلينا نروح للمستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي. استاذ محمد ازي حضرتك يا فندم؟ حضرتك متاخره يا كابتن اسلام على حضرتك وعلى كل مشاهدينك الكرام. يعني سياده المستشار مهم جدا ان جمهور النادي الاهلي يعرف، ومش جمهور النادي الاهلي بس ولكن جمهور مصر بالكامل يعرف ماذا حدث خلال امبارح والنهارده، والنادي الاهلي الخطابات اللي ارسلها دي هل ستجد صداها ولا لا؟ اولا خليني اوضح لحضرتك ولمشاهدينك الكرام، المساله لم تعد جمهور الكوره او جمهور الاهلي او جمهور الزمالك. نعم. الامر ببعض هذه التجاوزات والالفاظ وخدش سمعه العائلات وقصف سيدات فضليات محصنات في البيوت لا علاقه لهم بالامر من قريب او من بعيد او باي خلاف رياضي ان وجد او صح، فبالتالي احنا لا نتحدث عن قضيه تخص النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي او الزمالك بقدر ما نتحدث على مساله اخلاقيه، مساله احنا كمجتمع شرقي وعربي عندنا تقاليد، عندنا اخلاقيات. هذه الالفاظ اللي بتقال وتناول الناس بهذا الشكل وبهذه الصوره اعتقد ان كل المجتمع المصري بيرفض هذه السلوكيات. النادي الاهلي منذ بدايه الامر لم يلتجئ الا للقانون ثقه منه في مؤسسات الدوله وتقديرا منه واحتراما لكل مؤسسات الدوله. هذه المؤسسات سواء كانت مؤسسات تنفيذيه ممثله في معالي دوله رئيس مجلس الوزراء او تشريعيه ممثله في السيد المحترم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وايضا معالي الوزير اشرف صبحي واللجنه الاولمبيه واتحاد الكره. كل هذه الجهات هي جهات مختصه بضبط المفترض بضبط السلوكيات الرياضيه او الحفاظ على الاخلاق والسلوك الرياضي السليم. لجأنا الى هذه الجهات منذ يناير الماضي. كل هذه الاجراءات اللي احنا اتخذناها في اطار القانون حتى الان لم نصل الى نتيجه فيها محدده. الإجراءات معطلة، القانون معطل في مواجهة هذه التجاوزات بزعم أن هناك حصانة أو حماية برلمانية. الأصل أن الحصانة البرلمانية هي مقررة للنائب لما يبدي من آراء تحت قبة البرلمان، ولا علاقة ولا المفترض أنها لا تحمي من يسب ومن يقذف ومن يخدش حياء الناس أو أعراض الناس ويتناول الأسر والعائلات بالكذب وبالباطل وبالبهتان، لأن هذا الحديث يثير الفتن بين الجماهير ومسألة عاملة استياء كبير لدى كل المجتمع المصري. تمام. حضرتك في بداية البيان اللي وزعه النادي الأهلي قال إن هل هناك طرق شرعية بديلة يمكن استخدامها؟ هل بالفعل هناك يا أستاذ محمد أساتذة المستشار، هل من الممكن أن تكون هناك طرق شرعية أخرى يمكن أن يتجه إليها النادي الأهلي؟ هو في الحقيقة ده سؤال وجهته إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لكل الجهات اللي احنا خاطبناها، بنقول له احنا سلكنا طريق القانون ولم نتحصل على حقوقنا الأدبية، فاحنا بنسأل حضراتكم جميعا هل هناك طرق بديلة نختص بها لحقوقنا وندافع بها عن أنفسنا ونحافظ بها على حقوقنا الأدبية والمادية؟ احنا بننتظر إجابة من كل الجهات اللي النادي الأهلي خاطبها. تمام. هل هننتظر النادي الأهلي سينتظر بالطبع إجابات على هذه الخطابات؟ بالطبع ننتظر إجابات، وأيضا احنا مستمرين في كل إجراءاتنا القانونية، لن نتوقف لحظة واحدة ولا هذه الأمور لن نهتز لها، لأن في الحقيقة أنت بتدافع أنت ما بتدافعش عن أعضاء مجلس إدارة الأهلي بقدر ما ندافع عن قيم وتقاليد للمجتمع المصري يجري اختراقها كل يوم ليلا بصورة مسيئة، بصورة تنال من الدولة وتنال من مؤسساتها وتنال من الشخصيات العامة المصرية والوطنية اللي هم أعمدة هذه الدولة. لما بتتكلم على الكابتن محمود الخطيب انت ما بتتكلمش عن مجرد رياضي اهلاوي، لا انت تتحدث عن قيمة اخلاقية ورياضية بيضرب به المثل في الاحترام وفي السلوك. الرجل تحمل كثيرا ولم ينطلق لأي أساليب رخيصة، وبيتبع الطريق الذي رسمه القانون. لأن أنت النهارده لما بتدعم وبترفض التجاوزات التي حصلت أو وقعت في حق الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره، فأنت بترفض سلوكيات بيستهجنها كل الشعب المصري وكل المجتمع المصري، لأن الأمور لم يعد لها علاقة بالرياضة، الأمور دخلت في أمور أخرى بعيدة عن الرياضة. تمام، سيادة المستشار، هل الخطوات القادمة إيه؟ الخطوات القادمة مستمرين في كل استيفاء إجراءاتنا، لأن إحنا في بلاغ جديد للنائب العام اتقدم النهارده بنستوفي كل هذه الإجراءات، وإحنا مستمرين في كل الإجراءات اللي رسمها القانون، ولن ننطلق لأي طرق أو أساليب أخرى، طبعا ده حرصا وتقديرا لقيمة ومكانة وقيم وتقاليد النادي الأهلي. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا سيادة المستشار، المستشار القانوني للنادي الأهلي المستشار محمد عثمان، وهو بيتكلم مع حضراتكم يعني